السلام عليكم وأهلا بكم. مصر حاليا بتنفذ مشروع عظيم وهو القطار الكهربائي فائق السرعة، وزي ما حضراتكم عارفين كان في اتفاق سابق مع سيمنز على تنفيذ المشروع ده بالاتفاق مع شركات مصرية، ومبارح تم توقيع عقد التنفيذ مع العملاق الألماني سيمنز، وبيشمل تنفيذ أول 660 كيلومتر من أصل 1800 كيلومتر. المشروع ده من أعظم المشاريع الاقتصادية اللي بتتنفذ حاليا، لأنه مش هيكون مجرد تحديث لشبكة القطارات وبس. المشروع ده يا جماعة عبارة عن قناة سويس جديدة أو قناة سويس موازية، وهيكون ليه فايدة اقتصادية عظيمة جدا، والأول مرة هيربط البحر الأحمر بالبحر المتوسط بخط سكة حديد. هنشوف ده معناه إيه، وكمان هنشوف آخر تطورات أعمال الإنشاءات وصلت لإيه. هنعرف كل التفاصيل، تابعونا لآخر الفيديو. في الأول عايزين نفهم سؤال مهم جدا، طالما دخلنا عصر القطارات فائقة السرعة وهنعمل شبكة قطارات محترمة تليق بمصر، اشمعنى المرحلة الأولى هتكون من العين السخنة للعلمين تحديدا؟ وإيه علاقة الكلام ده بقناة السويس؟ خط العين السخنة للعلمين ليه فايدة مزدوجة كبيرة جدا، أولا لأنه هيربط أحدث وأهم المدن الجديدة ببعض اللي هم العاصمة الإدارية والعلمين، وكمان ليه فايدة اقتصادية مهمة جدا وفوق ما تتخيل، لأنه هيضمن لمصر الريادة والتحكم بحركة التجارة الدولية. مش بس كده، وكمان هيحطم أحلام إسرائيل في التواجد اقتصاديا بالمنطقة. يعني إيه الكلام ده؟ دلوقتي إسرائيل بتطلع كل فترة تتكلم عن نيتها لعمل قناة موازية لقناة السويس، وهو عبارة عن خط إيلات عسقلان لنقل البترول. يعني من الآخر إسرائيل عايزة تنافس قناة السويس وتقوم بالدور اللي بتعمله مصر حاليا، وكمان روسيا عندها طموح وبتتكلم عن تطوير الطريق البحري الشمالي، وهو عبارة عن ممر شحن بيربط المحيط الأطلسي بالمحيط الهادي. والكلام عن الممر ده زاد خصوصا بعد أحداث جنوح السفينة إيفر جيفن في قناة السويس، ده غير ان الصين عندها مشروع طريق الحرير وعايزة تعمله عشان تربط آسيا بأفريقيا وأوروبا بطريق بحري هيربط 56 دولة. إذن انت بقيت محاط بطموحات ومنافسة كبيرة جدا لربط شرق الكرة الأرضية بغربها والتحكم بحركة التجارة الدولية، فتقوم تعمل ايه؟ قناة سويس جديدة لكن في صورة قطار فائق السرعة هيربط البحر الأحمر بالبحر المتوسط، وده من خلال ربط ميناء العين السخنة بميناء العلمين، والربط هيكون في صورة قطار كهربائي فائق السرعة متعدد الأنواع. أول نوع هو قطار كهربائي فائق السرعة لنقل الركاب، تاني نوع هو قطار شحن كهربائي لنقل البضائع، تالت نوع هو قطار شحن كهربائي لنقل الطاقة سواء غازية أو سائلة. وده معناه إنك لأول مرة بتربط البحر الأحمر بالبحر المتوسط بطريق سكة حديد للأفراد والجميع أنواع الشحن، يعني قناة سويس موازية زي ما قلنا لكن في صورة قطار، وده هيعزز مكانة مصر بشكل كبير جدا من حيث التحكم في حركة التجارة الدولية سواء عن طريق البحر أو البر، سواء لنقل الأفراد أو البضائع، وكمان القدرة على نقل الطاقة سواء بترول أو غاز. لو حضرتك بصيت حواليك وشفت الأطماع الخارجية للسيطرة على حركة التجارة الدولية هتفهم قد إيه المشروع ده عظيم ومهم لأقصى درجة، وبيثبت إن في بعد نظر كبير عند الإدارة المصرية، وهو إنك بتجهد أي محاولات خارجية لمنافسة مصر في التحكم بحركة التجارة الدولية، وإن شاء الله مصر هتظل في الريادة في النقطة دي تحديدا من خلال قناة السويس والقطار فائق السرعة اللي هيعزز قدرة مصر بشكل كبير جدا. كل ده وبنتكلم عن فايدة القطار التجارية بس، ما تكلمناش ان بعد اكتمال كل الخطوط القطار الكهربائي هينقل 30 مليون راكب سنويا، وهيربط شرق القاهرة الكبرى بغربها، وهيتعمل خط سريع هيربط الصعيد من اول اسوان ل6 اكتوبر، يعني هيربط جنوب مصر بشمالها، ودي خطوة كبيرة ومهمة جدا. المشروع ده مش بنقول انه هيتنفذ، احنا بالفعل نفذنا جزء كبير جدا من اعمال البنية التحتية للخط الاول للقطار، وهنشوف مع حضراتكم فيديو لأعمال الإنشاءات للشركات المصرية اللي شغالة، وهو تحالف وطني بين شركة المقاولون وأوراسكوم، هنشوف وصل لإيه وميعاد انتهاء المشروع هيكون إمتى. تفتح عيونك على الأمل وتشوف مدى، وساعتها بس هتعرف إن لسه حي ولسه عندك حل، وهتفضل وراك.
أخرج بيك من الليل النهار. ابدأ طريقك حتى لو مشوار طويل. مين اللي قال إنك ما عندكش اختيار؟ طول ما انت فيك الحير هتقدر عالطريق، هتقدر عالطريق. لسه جاي من وسط ليل العتمة ضيق، يفرد جناح النور ويوهب لك حياة، تفتح عيونك عالأمل وتشوف مدى، وساعتها بس هتعرف انك لسه حي، ولسه عندك حل. بعزيمة الرجال وإرادة صلبة لا تلين من باني مصر الحديثة، السيد الرئيس عبد الفتاح السيسي. تحيا مصر، تحيا مصر، تحيا مصر. لو عجبك الفيديو ما تنساش تعمل لايك، ولو أول مرة تشوفنا اشترك في القناة وفعل الجرس عشان يوصلك كل جديد.